السلام عليكم خاوتي أزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفين أكديزاد، قناة أخبار كرة قدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، ولسنا تابعين لأي طرف. هذه شفنا ما يحبوهاش صفحات العيشر والطايشير، ولسنا تابعين لأي طرف. لكن هذا ليس معناه لسنا تابعين لأي طرف نعادو كاع الناس. بصح الحاجة اللي تكون مليحة نقولوها مليحة ولا مشكل، حنا نقعدو نتيرو على الناس كاع؟ نو، حنا لسنا تابعين لطرف الفساد والمرتزقة واللي رزقهم كاع حرامي والحديث قياس. وندوك من بعد نتوما مور الفانتية. عندي ما نضرب لكم الغايطة ان شاء الله. هاد الغايطة راهي عندي غيط بلاف. هاي السطر اليوم نتكلموا على دامزيان إيغيل. دامزيان إيغيل اليوم خرج في كل القنوات وكذا وكذا، يدير في التهريج بعد غياب سمحونا 3 أيام. كنت في عطلة قصيرة، عطلة شابة خوينا قدنا مليح، لكن سنعود بقوة بإذن الله. اليوم نتكلموا على إيغيل. مانيش باغي نعطيكم لي فيديو باسكو راهم كاع في لي ريزو سوسو يتكلموا على إيغيل دا إيغيل دا. يا ود مزيان إيغيل، يا دا مزيان باش تحكي وتحارب الفساد وتحارب التزوير لازم تكون نظيف. ما غير العصابة تاع البوليتيك هذاك تاع تلمسان كيسمو اللي كان قاد بلا بوليس الهامل فاسد، بصح كلمة قالها قالت باش تحارب الفساد لازم تكون نظيف. وانت الدمزيان للأسف ما راكش نظيف، تاريخك أسود. دمزيان انقادرو كنخب وطني سابق، انقادرو كلاعب سابق، انقادرو كمدرب في البطولة المنحرفة. صح بس اللاش تاعك على السن تاعك 70 عام تجي عصابة بسيدي موسى تمشيك وتضرب لك الطابلة الي روتور. انت او ديبار قلعت فو ديبار. الانطلاقة تاعك خاطئة. الاولى عندك اللاش في جونفي 70 عام، وباش تدخل مترشح في الكاف لازم تفوت 70 عام. هذه واش تنبه هذا؟ انت التسيير خاطئك. سيرت مرة نص حسين داي دخلت السجن في قضية الخليفة 1986 دام زيان لاعبين دولين تاع مكسيكو يعرفوا خيانة الأمانة و و و و كمدرب وطني قضية كاروف قضية. عندك أمور تاريخ لن تحسد عليه، لن تحسد عليه الدم زيان. خرج اليوم فورم تاع ديك تاع قناة الحياة، قناة تاع الهايشر هذاك بروحه مباطح، هذاك كسموه حناشي. ما تروح يا خو تنقص عند النهار شيها عند الانوش تاع حاكم فيسا، عاود منه مالك دا وتضرب في صاحبك دا مالك، تضرب فيه مالك معايا يضرب عليك بصح ما قادش يفوت لك الدوسي تاعك. كاين امور قانونيه صرات وكاين دي شوا. هاو دوك بان سقسيكم دي جبتو نازل تشي في 2017 بالدبابه والكلاش والحرب والناس تخبط لديارها وراحت، قلت لك ما نعاسلوش لو شوا ديتا. 2021 بغا يترشح هذا وليد صادي ودرتو لها قوالب بالماضي مع تبون وجبتو لنا عمارة الفاف. صادي شاور لدارو بدون مشاكل. 2022 زبزاب خير بالماضي مع هذاك علاهم مستشار رئاسة، صادي شاور لدارو كلا انقلابات لا ولا نو لا ندوة صحفية باخرش. حنا نددنا بالتزوير وبدنا حنا من حقنا نندو، ولكن المعني بالأمر لم يقوم بأي شيء. الآن أنتم باغيين تهيجوا عصابة سيدي موسى،
يدنا مزيان، ماشي ان الترافيك الجمعيه العامه تاع وداد ديال اللاعبين القدامى دوليين. من بعد في 24 وحده مونضات ما نستطيعوش، مونضات غير تفويض غير قانوني. ماشي انا اللي جبت التفويض ما عنديش شيء، ماشي انا اللي جبت التفويض ما عنديش شيء، حرقتوا رواحكم في اخر دقيقه فضحتوا وعدكم. ماشي انا اللي كنت داير يد مزيان، داير كويزيني كويزيني عضو في هذيك تاع بولفعات، كويزيني تاع بومبيير في شرشال، دايرو ويلملك الدواسه ويعيط للكونديدا، وعندي كاع الادله. داير المرتزقه، ماشي انا اللي درت مساعد معايا يجي لي ليك واعطي، وهو من اعضاء عصابه سيدي موسى. مش انا، كل الادله تقول بلي انت تابع لعصابه سيدي موسى. مش انا اللي تحالفت مع كلك رؤساء رابطه الجهويين باش يجيلوا لك لاسومبلي جينيرال. ماشي انا، انت من وين راك انت في خدمه الكره الجزائريه؟ انت تخدم بالصالير، اتحاديه فيها متطوع، انت شراك دير عندك مشاكل ماليه، السمس يزيد لك صوالحك، انت مزيان جاي اليوم تيري على يمالا وتيري على قصحي وتيري على فلان ومنا وحقروني ونتلاقوا انا ودك صادي ونتقابل وجيب الملف تاعك وجيب. بصح صادي ما يديش معاك مناظره وانت ماكش مترشح، ترشح من بعد تجي عليك لا دوموديت مناظره، انت الدوسي تاعك روجي وجي ويطيح بروحه صادي وجي يقابل معاك. حابك راك، حابك راك تندب، راك تندب يا دا مزيان ايغيل. وين راك رايح؟ وين راك رايح يا دا مزيان؟ دخلت روحك في حيط، دخلت روحك في امور لا يحمد عقباها. ماشي انا اللي رحت عند الوزير صافي او ما قلت له باين ترشح، انت روح تبكي الوزير قال لك ترشح ربي يعاونك، شنو باين يدير لك؟ انت اللي بغيت طلبت الحمايه تاع الوزاره والوزاره ما عطاوكش الحمايه. داروا تأجيلات من أجل مترشح، هذه المرة الدولة شافت بلي وليد صادق الرجل الأنسب، حقيقة الرجل الأنسب، بصح ما غاديش نتنبؤوا له بالنجاح، نتمنوا له ينجح، ولكن ما غاديش نقول صادق ينجح 100%، لا عنده مشروع، عنده نظرة، عنده فيزيو، إنسان ذو أخلاق، لا بأس به، ماهوش خاين، ماهوش فاسد كيما هاد العصابات اللي يخدموا دروك، ولكن إذا أخطأ نقولوا أخطأ، ولكن نطلبوا له ربي يوفقه، ما نجوش ندافعوا عليه في البادر، من نشوفوا العصابات تهرس فيه نجوا إيه شنو راكم ديروا؟ ديروا علاش هكا هاد السيد؟ أنا باغي هو اللي يقعد غير تيري تيري زطشي تيري تراوراوا تيري زطشي تيري تعمارة تيري زبزاب جينا تاني نقعد نتيري على هذا صادي، أما أنا نقعد غير نتيري، علاش نتيري ولد الناس؟ انا بروحي نشوف فيه رئيس مستقبلي يقدر يجيب بليس الكره الجزائريه، ما نعرفش نضربو، نديرو انتقادات بناءه، نهضرو امور ايجابيه، ولكن ما غتقارعوش فيا انا راه نطيح على ود الناس غير هكا. وهذا كل من دنا لا توندونس في لي ريزو سوسيو، تسفنا 90% الناس كاع معاه ولا 95%، قول 99% كاع معاه، انا ما غاديش نجي كونتر 99%. سي محمد مانيش روبو، انا مانيش تريزور، تخدموا بيا الهايشر انتوما يا عسرا، بصح انتوما غادي تخلصوها غالية، غادي ندير لكم الغاية تاع مول 21، هضرو اقصفو امحو ديرو واش تحبو، انا ما نروحش على النيفو با، بصح الغاية تاع مول 21 راكم غير تغلطوها على اخباركم. تمنيناكم تدخلوا للصف وكل واحد يكذب وتنحلوا صفحه جديده، ولكن انتم ماش باغيين تحلوا صفحه جديده، باغي توجو تقعدوا في العصابه تقعدوا في التهيشير، اما لا غير وصلوا راحكم غادي تهيشروا الي روتور. من هذا ما برد مزيان نقول خويا روح دي حكايتك وروح هاكا دير فيها هاد التهريجات البهلوانيه باش تاثر على قاصحي، قاصحي ينسى قاصحي باش يطيح كلمه على مالك، ينسى انت بروحك قلت لك سي تام، قلت سي تام ميراك معجزه باش يفوت لي الدوسي تاعك، تاريخك واللاش تاعك ما يسمح باش تكون رئيس اتحاديه. هاشم هاشم مدام زين راه كبير، ونشوف واحد الناس راهم يضربوا عليك الكوزا باسكو فيهم ريحه الدا وريحه اسقاس منقاس. هو حنا نبغوا الجزائر بكل اطيافها، انا من وهران وصادي من واتسوف، وان شاء الله نتمنوا يكون رئيس اتحاديه ناجح، او لا يكون اسقاس منقاس. لا خاوتنا قبيل نبغوكم ونقادروكم ونبغوا لابريف نقول ازول
ولكن لازم يجي واحد اللي يخدم الكوز. كانوا ناس بعض الناس فيهم العنصريه يحبوا زيتنا في بيتنا، هاد الخضره ما كان زيتنا في بيتنا. ها سيدي كان دا مزيان قبايلي والاخر مشلف والاخر من واتسوف، دوله خيرت واتسوف صافي بليزير مع واحد بود الصحراء والتاريخ تاعو يحكي عليه، ونتمنى له ينجح. ولكن اذا لم ينجح وجا خرج دار خرجات انورمال، انا اللي نطالب به بالرحيل تاعو. لكن ماشي ديريكت صادي كما يقال، انسان جاي يخدم ما جاش يخون كيما هاد المرتزقه اللي راهم الان، وجاي يدير ان شونجمون وحل صفحه جديده، انسان دوه في الديبار ومن بعد نشوفوا. اذا كانت بوادر الخير رانا معاه، اذا كان فيها اتخاذ ميشن نجو ضده سهلة مهلة. ولا خافي دا مزيان اقعد تجري من دار لدار، وان الامور حسمت. تحية لكم وان تتري في فيفا لاجيري.